السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. اليوم سوف نأخذ حرفا جديد من حروف اللغة العربية، فلتستمعوا لهذه القصة ونتعرف سويا على الحرف الجديد. كان يا مكان في يوم من الأيام خرج خالد إلى السوق لشراء بعض الخضروات والفاكهة، وعندما رجع خالد من السوق سألته أخته خديجة: ماذا اشتريت لنا اليوم يا خالد؟ اشترينا خس، خوخ، خبز، خيار. كل هذا الخضار يبدأ بحرف الخاء. وأنا اشتريت لك خاتم لأنك تساعديني في المنزل. شكرا لك يا أمي. هل عرفتم يا أصدقائي ما هو حرف اليوم؟ حرف اليوم هو حرف الخاء، اسمه خاء وصوته خاء، اسمه خاء وصوته خاء. هيا نتعلم كيف نكتب حرف الخاء. خط نايم فوق السطر، ونصف دائرة كبيرة تحت السطر، وما ننساش النقطة فوق راسه. يلا نقولها مرة كمان. خط نايم فوق السطر، ونصف دائرة كبيرة تحت السطر، وما ننساش النقطة فوق راسه. طب يلا بينا يا أصحابي نتعرف على أصدقاء حرف الخاء اللي ظهروا معانا في القصة. خ خبز، خ خس، خ خوخ، وخ خيار، خ خاتم، وماذا أيضا بحرف الخاء؟ خ خروف. يلا بينا يا أصحابي نغني مع بعض أغنية حرف الخاء. خروفي خروفي لابس بدلة صوفي، له قرنين واربع رجلين. برافو. طيب يلا يا ولاد نعرف احنا ازاي هنحل الواجب بتاع حرف الخاء. اول حاجة هنلاقي حرف الخاء مرة صحيح ومرة مشبوك. المشبوك بيكون فارد ايديه على السطر علشان بيشبك في بقية الحروف، والحرف الخاء لما بيكون مشبوك بيجي في اول الكلمة مشبوك، وفي وسط الكلمة مشبوك، واخر الكلمة بيكون صحيح. هنكتب بخط جميل وعلى السطر، ونبدأ نحل السؤال التاني اللي تحت. اختر الحرف الناقص، وعندنا صورة خس وصورة بطيخ ناقص حرف الخاء. هنكتب حرف الخاء مرة صحيح ومرة مشبوك. كلمة خس حرف الخاء في أول الكلمة، خ خس في أول الكلمة، يبقى هنكتب حرف الخاء مشبوك. أما كلمة بطيخ فحرف الخاء جه في آخر الكلمة، ولما حرف الخاء بيجي في آخر الكلمة بنكتبه صحيح، هنكتبه صحيح. شكرا لكم يا أصحابي الصغار، ومع حصة جديدة من حصص اللغة العربية.